أهلا بكم. في عبارة تربينا عليها وتعلمتها أجيال كثيرة من قديم الزمان، أقول هذه العبارة باختصار: الشغل ما هو بعيد. بعيدا عن الجيل الجديد اللي توفرت له عناصر لم تتوفر للأجيال من قبله، كان الأهالي في الزمانات يحفزون أطفالهم للعمل والبيع والشراء من صغرهم، وكانت هذه ثقافة سائدة يعني بالخصوص عند جيل الستينات والسبعينات الميلادية. الوضع الآن اختلف بشكل جذري، وأصبح منظر الطفل البائع أو العامل مدعاة للشفقة والسؤال، خاصة إذا تصاحب الأمر مع حرمانه من الأساسيات وفي مقدمتها التعليم، فضلا عن سرقة مفاهيم الطفولة من حياته البريئة. من هذه الزاوية فتحنا ملف عمالة الأطفال في السعودية وحجم انتشارها، والتقينا بمجموعة كبيرة من الأطفال العاملين، والتفاصيل مع نيرة المهيزع في القصة الصحفية بالتالي. اسمك؟ اسمي صالح. صالح؟ شو تسوي يا صالح؟ ها؟ شو تسوي؟ تحمل. ايش تحمل؟ بضاعة. شيل البضاعة؟ طيب البضاعة هذه تشيلها، ايش هي؟ وريني ايش البضاعة. قل لي شنك شايل؟ ها؟ شايل الحين شنك شايل؟ بارد. طيب من متى وانت تحمل؟ من العصر. من العصر؟ انت صايم؟ طيب كم يطلع لك الحمل التحليل؟ 10. 10 ريال؟ أطفال يدفعون إلى العمل على تقاطع الطرق والمستديرات لجمع غلة يعودون بها ليلا إلى المنزل، على الرغم من مخاطر وجوده في الشارع وما يمكن أن يتعرض له من استغلال ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه، في الوقت الذي بات الطلب فيه على الأطفال في سوق العمل لأنهم عمالة رخيصة بديلة عن الكبار في الصناعات والحرف التي لا تتطلب تأهيلا أو جهدا من العامل. رايح الصالة. رايح الثالث. يعني عمرك 8 سنوات. كم دفع الحين تجي لنا؟ والله الجلد والبرارة. كل يوم تجي؟ كم والله تشتري؟ أبيع بصلة. يلا. يلا. سريع عليك. أبيع على 8 ريال 15. تبيع على 8 ريال على 15. بثمانية ريال تصير 15. من وين تجيب البصلة؟ على. من العزازية. تروح تجيبه. من يجيبه لك؟ أخوي. وان. طيب. تستفيد في بيع البصل؟ أيوه. كم يطلع لك في اليوم؟ يطلع لي 100. كذا 50. يطلع لي أطلع من الظهر لما قرايب المغرب. طلع 30 40. ليه كم يعطونك اللي تحمل المغرب؟ 15. وتقعد من الظهر للمغرب؟ قرايب المغرب. قرايب المغرب. يعني العصر. أيوه. أعطينا هنا. كلها؟ كلها. ما تأخذ ولا شيء؟ يعطوني 10 ريال وراح أفطر. السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه: لماذا يخرج الطفل للعمل؟ هناك أسباب قانونية وأخرى تتعلق بثقافة المجتمع، وثالثة تعليمية مثل التسرب من المدرسة، إلا أن السبب الأهم هو السبب الاقتصادي الذي يتمثل في الفقر، حيث أكدت دراسة أجراها البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال أنه إحدى دلالات الفقر، فكلما ارتفع دخل الأسرة كلما تضاءل عمل الأطفال لتستثمرهم في التعليم. إذا كانت الحاجة هي اللي دفعت هذه الأسرة أنها تدفع بأطفالها للشارع للبيع مثلا أو للقيام بأعمال تضر بصحتهم أو للتسول، أنا أعتقد أنه هذه مسؤولية الدولة. هذه مسؤولية الدولة في الحد من هذه المشكلة. طبعا عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي يفترض أنهم يدرسون حالة الأسرة ويعطونهم ما يكفل أنهم يعيشون حياة الكفاءة. يجد ضغوطات من أقاربه، من أسرته، من المجتمع المحيط فيه عشان يساهم في بناء الأسرة، لأنه خلاص الأسرة ربتها وعودتها على أنه ينتهك هالسلوب وهالطريقة. هو ما يعرف
انه طريقه خطا وان طريقه مخالفه نظاميه، فيقع بشرك يعني بشر اعماله ويجبل على هذا التصرف طول حياته. ما مدى يعني لا نتساءل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في أنها بحثت أو لاحظت أو راقبت هذا الوضع مثلا في الأسواق، أسواق الخضار مثلا، أو حتى في عند الإشارات المرور أنهم اللي تشوف اللي يبيعون تحت ظروف قاسية، هل قامت بدورها في هذا الجانب؟ هذا أعتقد أنه يعني إلى حد ما مهمل شوي، والدليل أننا نشوفهم يعني. وأكدت دراسة سعودية أعدها الباحث الدكتور محمد عبد الله آل ناجي وصول حجم عمالة الأطفال في المملكة إلى 1.54%، كما أن أعلى نسبة لتشغيل الأطفال كانت في المنطقة الشرقية بمعدل 2.3%، تليها مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم عسير فالرياض. وأشارت الدراسة إلى أن أبرز الخصائص الاجتماعية للأطفال العاملين تأتي في تدني المستوى المهني والتعليمي للآباء وكبر حجم الأسرة وقلة دعمها للطفل وانخفاض مستوى التحصيل في المدرسة. لا نستطيع مثلا أن نأخذ هؤلاء الأطفال من الأسواق دون أن نوجد لهم البديل، يعني نحن لا نتحدث عن مثلا أمر ونقول والله نحن لابد أن نبعد هؤلاء الأطفال عن هذه الأماكن لأنها أماكن سيئة. صحيح أماكن سيئة، لكن هل أوجدنا البديل لهؤلاء الأطفال بحيث أننا نستطيع أن نوجههم التوجيه الصحيح؟ فهنا لا نستطيع، حتى لو أخذنا هؤلاء الأطفال وأبعدناهم أو أخذنا عليهم تعهدات على أولياء أمورهم، لأنهم أغلبهم يأتون من أسر فقيرة، مستواها الاقتصادي قد يكون متدني، مستواها أيضا الاجتماعي قد يكون أقل، قد يكون من أسر في الغالب هي تتلمس طرق العيش. حقيقة من أبرز الدراسة اللي أنا عملتها عن حقوق الأطفال في الأنظمة السعودية كانت يعني عبارة عن حقوق إيجابية متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية ومتوافقة مع الاتفاقيات الدولية، هي متوفرة وتصل للطفل المستقر في الأسرة، يعني لما يكون الطفل في أسرته في عايش في مدينته فحقوقه جدا موجودة، ولكن احنا نعاني من هذه الحقوق انتهاكها للأطفال اللي عند الأسر الغير مستقرة، خلينا نقول لك الأسر المتنقلة، الأسر اللي فيها أب مفقود، أيتام مثلا، يعني يعانون شيء أنهم لا يصلوا لهذه الحقوق لأنهم يجهلوا بها. عبد الله إيش توي؟ أشتغل عربية. أشتغل عربية شو تحمل فيها؟ حمل تمر وخضار. لا خضار لين الساعة 5 العصر أروح أتفطر وما أدري. أنا يعني كإنسان مواطن عشت بهالبلد والحمد لله وكلت من خيره، من كنت صغير كنت أطلع مع الوالد وكنا نبيع وكنا نشتري، أنا وكثير من شباب اليوم يعني مارسنا العمل التجاري مع أهالينا، لكن وكنا مو صغار كنا طلاب مدارس، لكن كنا نساعد أهالينا بالشيء الإيجابي وليس عن طريق إكراه وليس عن طريق ضغوط وليس عن طريق انتهاك حقوق، بالعكس تعلمنا شغلة وتعلمنا كيف نتداول وكيف نبيع وكيف نشتري، فالأمر على طريقة التنشئة وطريقة كيف أنك تفعلها بالمستقبل بشيء إيجابي لك أنت يعود عليك بالنفع وليس كضار، وأنك تبحث عن طريق سهل لإيجاد دخل مادي بدون ما يكون فيه مقابل أنك تساعد أسرتك. وأكد الباحث أن المملكة وضعت تشريعات خاصة بعمل الأطفال، فقد وضع الحد الأدنى لسن التشغيل 13 عاما في القطاعات كافة باستثناء الأعمال الأسرية والخدمة المنزلية والأشخاص العاملين في المراعي وتربية الحيوانات أو في المشاريع الزراعية التي لا تصنع منتجاتها، كما نصت المادة 32 من حقوق الطفل في المملكة على أن تكون ساعات العمل للأطفال المسموح لهم بالعمل 6 ساعات فقط، على أن يمنح الطفل وقتا للراحة خلالها ولا يعمل 5 ساعات متواصلة ولا يعمل في الليل، ويمنع تشغيلهم في الأعمال الشاقة والخطرة، وأن يكون العمل اختياريا للطفل وليس إجباريا، ويشترط ألا يعوق العمل الطفل عن تعليمه وألا يكون ضارا بصحته البدنية أو العقلية أو الروحية والمعنوية أو الاجتماعية. نحن لازم نتحدث أنه لا توجد أي جهة
إشرافية واضحة على مثل هذه الظواهر. طبعا احنا ممكن نجير مثل هذا الأمر لوزارة التجارة كون انهم يمارسون البيع، ممكن نجيره إلى وزارة العمل كون انهم يمارسون عمل، ممكن نجيره إلى جمعيات زي جمعية الطفولة السعودية، برنامج الأمان الأسري وأشياء ما شابه من ذلك. لكنه لا يوجد أي خلينا نقول خطة واضحة للإشراف على مثل هذه الظواهر. عندنا تقريبا قانون، هذا القانون مجرم عالميا بحسب الأمم المتحدة، أو مصطلح ما يسمى عمالة الأطفال. نص القانون على أنه لا يسمح بعمل كل ما هم دون 18 سواء كانوا ذكور أو إناث. طبعا لم يطبق هذا اطلاقا لدينا في، خلينا نقول في اسواقنا او في عندنا في السعوديه. هناك اتفاقيه ثانيه، اتفاقيه عربيه اعتقد كانت في 96، لكن الفرق بين الاتفاقيه العربيه والاتفاقيه الامم المتحده، او خلينا نقول ما نصت عليه الامم المتحده، هو انه كان الحد الادنى للعمل في الاتفاقيه العربيه 13 سنه. لكنه هذا لم يسمح بعمل الأشياء الشاقة، استثنى منها كل ما يضر مصلحة الطفل سواء تعليميا أو صحيا أو ترفيهيا أو ما شابه ذلك. اتفاقية حقوق الطفل حددت أنه الحد الأدنى أنه لا يعمل في من 18 سنة فأعلى هم اللي يحق لهم العمل. يعني في أقل من هذا ممكن يقومون بأعمال طبعا متفق عليها اجتماعيا ومقبولها اجتماعيا، بحيث أنها لا تنتهك الحاجات اللي أنا قلتها، اللي هي قضية النضج أو النمو البدني والنفسي والمعنوي للطفل، وبحيث أنها ما تؤثر على إيش، على الحاجات الأساسية أيضا اللي هي قضية التعلم وقضية الترويح عن الطفل. طبعا شدد نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على حماية الأطفال وبجانب حماية المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأي شخص ينتهك حق من حقوق هؤلاء الفئات الاجتماعية التي معرضة لأكثر من غيرها لانتهاك الحقوق أشدد بالسجن والغرامة. السجن يصل إلى 5 سنوات والغرامة إلى 1,000,000 ريال، وهو موجود في النص. ولكن مشكلتنا في المجتمع عدم وجود مرجعية رئيسية تهتم أو يعني تحمي الأطفال أو غيرهم من هذه الانتهاكات. هذه طبعا حاليا موجود هي دار الرعاية الاجتماعية أو دور الحماية الاجتماعية ودار الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن المشكلة أنه هذه الجهات الحكومية لا تتحرك إلا بعد وجود بلاغ رسمي. وبطبيعة الحال تظهر آثار سلبية على صحة الطفل الجسدية والنفسية بسبب العمل، منها آثار اجتماعية كفقدان فرص التعليم والتسرب من المدرسة والتعرض للعنف واكتساب العادات السيئة مثل التدخين التي قد تصل إلى الانحراف أو الانخراط في المخدرات والجريمة، مع إمكانية التعرض للاستغلال الجنسي. وهناك آثار صحية جسدية نظرا لضعف الجهاز المناعي عند الأطفال، فإن تأثرهم بالأحوال البيئية أكثر من الكبار، وبالتالي يمكن أن يصابوا بأمراض يصعب علاجها، بالإضافة إلى آثار صحية نفسية، حيث يؤثر عمل الأطفال على التطور العاطفي والمعرفي والسلوكي لديهم، فيشعر بالاختلاف عن الآخرين ويصاب بالتوتر والقلق واضطراب السلوك. حتى الأهل لديهم الرغبة في أن الأطفال يخرجون، وممكن أنه أيضا تقتنصهم بعض الأحيان بعض العصابات في مجال التسول، في مجال ترويج المخدرات، في مجال يعني نحن الآن لما نأتي إلى إشارات المرور نجد عندها عشرات الأطفال اللي يتسولون، بعضهم يبيعون مياه تحت يعني أشعة الشمس المحرقة. العلاج الوقائي اللي هو قبل كذا هذا هو الغير موجود ونعاني منه. لو كان هنالك لدينا مثلا مظلة عليا لحماية الأسرة جميع طوائفها، سواء كان رجل أو مرأة أو طفل أو ذوي احتياجات خاصة أو حتى العمالة داخل الأسرة تنضم تحت هذه المظلة، لكان هنالك حماية سابقة تمنع مثل هذه الظاهرة أو انتشارها أو استفحالها في المجتمع. لدينا قانون أقر من مجلس الشورى، وخلينا نقول اتفق عليه في مجلس الشورى لكنه لم يقر من مجلس الوزراء حتى الآن، لحماية حقوق الطفل.
مثل هذا القانون نحن نحتاج سنه سريعا، لأنه نحتاج لحماية الطفل حتى من بعض أهاليهم، لأن بعض الأهالي لا يعيون أو لا يدركون مدى المشاكل اللي قد يعني يضعون فيها الأطفال. لو كان هناك قرار ينص على عقاب كل من يدفع بأطفال لمثل هذه الأشياء لن نجد مثل هذه الظواهر مستقبلا. كم أنا في السوق؟ أشتغل كذا لي 5 سنين في السوق. كم عمرك؟ عمري أنا بديت أشتغل عمري كذا 15 سنة. 10 سنين؟ إيه. 15 إيه. كنت أشتغل أعطي أهلي ولي هذا مصروف المدرسة. اليوم يطلع لي كذا 30 20. كلها تحميل ومرة أهلي يعطوني. حمل له يعطيني 10 5. سنة مصدر رزق. هل يا رجل قلت للسوق؟ إيه لازم الشغل. السابق عن عمالة الأطفال يضع سؤال عريض عن الجانب الرقابي لتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية الأطفال سواء من استغلالهم أو المتاجرة بهم. النماذج اللي عرضناها المشكلة أنها تمارس عملها بشكل علني أمام الجميع، وبعضهم زي ما شاهدتم لم يتجاوز 10 من عمره. والسؤال المحير هنا، أين الرقيب؟